السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير. لأول مرة كيشوف هاد الفيديو هذا اشترك في القناة باش يبدا ديما يوصلو اللعب. كما كتشوفوا هادشي مرة كيدير معانا مزيان ومرة ما كيدير معانا والو، ولكن راه اللي ما كاين حتى شي واحد كيربح يوميا في هادشي نهائيا، ما كاينش اللي كيربح يوميا فيه. المهم هدا الكروسة عاود تاني اليوم، ما نشوف الكورسة تاع اليوم. هو الأول الكورسة تاع اليوم هي هادي تقريبا، شتو شنو جابو تلاتة، هيا قلنا تلاتة ولا ربعة واحد فيهم، ولكن المشكلة هادو اللي كان ضروري تيجي واحد فيهم ما جا حتى شي واحد في الترسي. لعبناهم بجوج في لاباز، ما جا لا 12 لا 9، ربعة جا ولكن جا بعيد. مشكلة ما جاش ل11 وما جاش ل12 وما جاش ل8 وما جاش 14، جا 10 سانكيام فافوري، وجا فاش قلت لكم 6 و13 جا 13 و3 و4 واحد فيهم جا 3. المشكل هو هاد لاباز اللي حطيت لكم هنا تقريبا ما جاوش على حتى واحد فيهم، هنا فين جا 3 و10 ولكن 13 تقريبا. شتوها تاع البارح، كانت البارح البلا ومخلصة على تاع اليوم، واليوم خاك واعرة وما خاكك ما مخلصاش البونيس دايره 100. المهم جات 3 و13 و10، 13 ما كاينش عندنا هنا تقريبا، جابها خصاتو هي الخمسة. المشكلة هادو تاع ما هادو ضروري تيجي واحد فيهم، خسرو بجوج ما جات تا واحد فيهم. هادو تاع ما ضروري تيجي واحد فيهم، راه جا 10 وجا 13 وجا 3 وجا 4، الخمسة اللي ما كاينش على الطوكار. المهم شافوا الكرسة تاع الكرسة ديال غطا، التاني كروسة غطا، 5000 فوري تاع غطا، هما هادو 12 و16 و14 و14 و13 و9، عندنا 14 تروازيام فافوري و12 بريا فافوري، زدنا الطوكار ولا تصيدها على 5 و4 و3 و6 و10 واحد فيهم وكاسدون باردون توكار عاود تاني غدا راه كاينين هنا. المهم خرجت لي انا عاود تاني غدا 14 100% و13 100%. انا راه نفس اللعب اللي كندير لكم هو اللي كندير ديما، بحال جاو بحال ما جاوش. المهم قلنا 14 100% و13 100%، هنا عاود تاني فاش غادي نلعب 14 انا ما غاديش نلعب 16، يعني الا ما لعبت 16 هادو راه تيجيو بالجيم لي هادو، غادي نلعب 12، و الا قتلت 16 غادي نلعب 9. انا ما تنقول لكم قتلوا 16، انا ديما كنهضر هنا على الديرسي، ممكن يجي كاطريام ولا سانكيام وممكن يجي حتى فلاغان، حيتاش هادشي مهم. انا غير تنقول لكم اللي عنده 16 صحاح ما يخسرش يلعبو، ماشي يتبعني. انا قلت 14 100% و13 100%. المهم 14 ماش لعب 16، تبقى لي 12 و9 و13 هو قلت 100%، يعني 13 ما عادش لعب 3. شفت اش خرج لينا دابا هنا؟ 12 13 14 12 13 14 وحتى 9، 12 13 14 خرجوا لي هي في 5000 فوري. يعني غدا ردوا البال، غدا يقدر يكون الترسي هنا الكوارتي، يخص يعاود واحد الديزوردر، هو اما 6 اما 10 إما الخمسة وإما الربعة. المهم هاد الاتناشر، الاتناشر ضروري، إلا ما جاش الاتناش غادي يجي تلاتة توكار. هاهما هاد الجوج هادو، واخا تلاتاش خرج ليا صعيب يتزدا مع التلاتة. أنا تلاتاش قلت 100%، يعني التلاتة ماش نلعبو، يعني إلا قلت تلاتة خصني نلعب الاتناش. الاتناش هاهو، يعني هادو قلت 100% وجا قلت 12 تا هو لا جمع، يعني هادو جاو جاو 3 في 5000 فوري اللولين. ولكن الا ما 13 وجا 3 راه 3 توكا، راه هو كاين هنا، راه ممكن كتشوفوا بعض المرات كيموت الفافوري بحال هاد الجوج هادو اللي تيكونوا هنا، حيتاش تيكونوا هنا بعض المرات واحد فافوري واحد توكا. بعض المرات تدوني هداك الفافوري اللي ما يخسرش وستي صدق تيموت هداك الفافوري وكيجي التوكا، بحال هاديك تاع 1 9 فاش درنا لها العكس تاع لاباز. المهم قلنا له 100%،
وغادي يجي يا اما 12، الى ما 13 لي فافوري غيجي 3 قلت انا معاهم، ومازال غادي يبقى لينا حتى 9. الى قتلت 16 غادي نلعب 9، والى جا 16 غادي يقتل عادي، وممكن يكون عاود تاني العكس، يقتل 14 ويقتل 12 ويقتل 9، ولكن يقدر يجي مع 13. المهم هنا عندنا لاباز 12 و16، وعندنا 4 دونجير، عندنا هنا 4 ولا 10، هاد 4 ولا 10 التواكر بجوجهم، قلتلكم التوكر اللي كاين هنا 10 4، ولكن قلت انا يقدر يجي كاتريام ولا ساكيم، خا هاد 4 هذا ضربتو منو لبرا، يقدر يجي في التيرسي هاد طونجير. عندنا هنا 5 ولا 11، هادو الا بيجيو واحد فيهم قلت انا غادي يجي هاد 5 هذا، مي فيونس 5 ولا 10 هادو واحد فيهم ولا بجوج، قلنا 5 غادي يجي، ولكن ردو البال تاع 10 يقدر يجي. عندنا 4 معاود، عندنا 10 معاود، والخمسة معاود. عندنا هنا 16 ولا 12، 16 ولا 12 كيما تنقول لكم هادو ضروري واحد فيهم، داكشي باش انا قلت تقدر تجي 13 اللي خرج 100% و14 100%، ويجي واحد ما فاد يقدر يجي 12، تجي سوي فيا 12 13 14، والتواكر 4 ولا 10 واحد فيهم، والخمسة ولا 10 واحد فيهم، والخمسة ولا 11 واحد فيهم، باش نقلب تلقى الخمسة، كتبقى لينا هاد 4 ولا 10 هادو ردو منهم البال، والستة الى لعبت 12 لا نقل 3، والى جا 16 راه يموت 12 قلت انا، وغادي يجي 3 ويقدر يموت 13، يولي العكس على باص، تولي 16 3 14، ولكن تا 13 نزيدو حيت جات جوج تواكر، هادو تحت انا التواكر ضروري كيجي واحد فيهم بحال 10 تاع عليهم، ولكن غدا حط 8 13، 8 ما كاينش هنا وكاين 13، قلت لكم على 13 100% يعني 13 كاين غدا في التيرسي. المهم اللعب اللي خرج لي انا قلت التيرسي تقدر تكون ان شاء الله هي هادي لا باز دو تيرسي.